اقصى عدد كوتشينات عملت بيهم حاجات؟ اخر ماكت ده كنت عامل بيه 22000 كارت، كان اللي هو الاستاد. 22000 كارت؟ 22000 كارت. ده بتعدهم ازاي؟ انت لا بعد اللي باقي بيبقى عندي بيبقى عندي كروت عد بعد اللي باقي مش لا يعني بيبقى عندي مثلا كروت كتير، مثلا انا ببقى عارف ان انا عندي مثلا 24000 كارت، فبعد ما اخلص الماكت باجي اعد اللي بره، فمثلا لما الاقيه 1000 ونص وكده ببقى عارف انا صدمت قد ايه في ال... اوكي. طب ما بتزهقش خالص يعني؟ ده عدد ساعات كبير قوي خالص. انا اصلا مش بحس بيه اطلاقا، يعني انا ممكن ابقى بادئ مثلا الظهر الاقي العشاء بتاذن مثلا. أوكي. ما اعرفش الفتره دي حصل فيها ايه، ببقى فعلا مش حاسس بالوقت. ممكن امل لو سمعت اغنيه مثلا، بس لو سمعت اغنيه تمل يعني، بس ده انا بحب ده جدا، فعشان كده مش بمل خالص والله. والغريب ان انت قلت ان انت اصلا ما بتحبش الكوتشينه. يعني ما بحبش، ما بعرفش العبها خالص، بعرف العب حاجات اللي بتتلعب لوحدها اللي هي الشايب، حاجات اللي زي كده، لكن غير كده ما ماليش بقى ترنيب واستيميشن وبولا وحاجات دي. مالكش دعوه بالحاجات دي، صفر على الشمال خالص.